أهلا بكم في Utbildnings Job Center. هنا نلتقي بالعديد من الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة في التواصل مع مكتب العمل ووكالة التأمين الاجتماعي السويدية وسلطات أخرى. سيساعدك مدربون في التواصل معهم، وإذا كانت لديك أسئلة أخرى حول قضايا المجتمع يمكنك أيضا أن تأتي إلينا. أهلا ومرحبا بكم في Utbildnings Job Center إيجود سوندا، متواجدون هنا لاستقبالكم خلال أيام الأسبوع من الساعة 8 حتى 5، وليس هناك داعي إلى حجز موعد مسبق. هنا يمكنكم الحصول على مساعدة من المدربين لدينا في كتابة السيرة الذاتية والرسائل الشخصية عندما تبحث عن وظيفة مثلا. نحن نساعدك أيضا على أن نلائمك مع الشركات التي توفر فرص العمل. Utbildnings Job Center هو مركز تعليمي وتوظيف، إنه مبادرة بلدية أوبسالا في مقاطعتي فالساترا وغوتسوندا. هنا يمكنكم زيارتنا والحصول على المساعدة في كتابة السيرة الذاتية والخطابات الشخصية والتدريب والملائمة مع الشركات، أي بمعنى آخر ستكون وسيلة للمواطنين لجمعهم مع أصحاب العمل. لدينا مكتبان في غوتسوندا سنتروم، إحداهما مهيأ لمبادرات سوق العمل حيث تحصل فيه على المساعدة اللازمة للاندماج في سوق العمل. أما في الطابق السادس في نفس المبنى في غوتسوندا سنتروم لدينا جزء التدريب الخاص بنا. لدينا هنا برامج تعليمية مختلفة مثل برنامج رعاية الأطفال وبرنامج مساعدة الطلاب. لدينا أيضا مركزا تعليميا يعمل به مدرسون مختصون. يعتمد ذلك على ما تحتاجه، وعادة ما يتضح بعد الاجتماع الأول الذي تعقده مع مدرب تعليمي ووظيفي. يقوم المدربون بتوجيه المراجعين نحو التعليم أو البحث عن عمل محتمل. يأتي المراجعون إلى هنا أيضاً من الذين يحتاجون إلى المساعدة في التحقق من صحة شهاداتهم الأجنبية، ونحن أيضاً نساعد في ذلك. نحن في غوتسوندا سنتروم نرحب بكم بين 8 و5 طيلة أيام الأسبوع، وتذكر لست في حاجة إلى حجز موعد،